إذا مشاهدينا الكرام متواصلون معكم في تغطيتنا لانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث تم إعلان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع أو في المؤتمر الصحفي الذي أقامه. وعقب الإعلان توجه ترامب إلى مقره الانتخابي، حيث وجه كلمة إلى الشعب الأمريكي أعلن فيها أنه تلقى اتصالا هاتفيا من هيلاري كلينتون تهنئه فيه على الفوز. كما قال ترامب أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين، وقال إن الوقت قد أحان لرأب الصدع في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه يتطلع لمساعدة الأمريكيين في هذا الصدد. كما أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستتعامل مع كل الدول، وأيقن أنه سيعمل على تحقيق السلام وليس صنع الأزمات، واعدا بأن تصبح أمريكا أفضل اقتصاد في العالم وبالعمل على إصلاح البنية التحتية للدولة. خطاب ترامب جاء بعد الإعلان عن فوزه في 29 ولاية بواقع 288 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 215 صوتا لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وتفادى ترامب حصوله على هذه الأصوات التي تتجاوز نصف أصوات المجمع الانتخابي، تفادى إمكانية إحالة التصويت إلى مجلس النواب. وساهم في فوز ترامب أنه حصل على أصوات الولايات المتأرجحة، وهي الحاسمة وصاحبة أكبر عدد من الأصوات في المجمع الانتخابي، وهي فلوريدا وبنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا. والولايات المتحدة احتدم التنافس فيها في بعض الولايات بينه وبين كلينتون في الأيام الأخيرة قبل التصويت. وفي بيان لرئاسة الجمهورية، أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بخالص التهنئة لرئيس المنتخب دونالد ترامب، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته القادمة في رعاية مصالح الشعب الأمريكي الصديق الذي منحه الثقة في القيادة، ومتطلعا إلى تعزيز علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات كافة. وانطلاقا من العلاقة الاستراتيجية الخاصة التي جمعت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار عقود كبيرة مضت، وإيمانا بالدور الهام وبالأهداف المشتركة التي تحققها وتصونها هذه العلاقة في دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وحماية مصالح شعوب المنطقتين، فإن جمهورية مصر العربية تتطلع لأن تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب ضخ روح جديدة في مسار العلاقات المصرية الأمريكية، وفي المزيد من التعاون والتنسيق لما فيه من مصلحة الشعبين المصري والأمريكي وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها. وتتوجه جمهورية مصر العربية بالتهنئة للشعب الأمريكي الصديق بمناسبة استكمال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بنجاح، متمنية دوام الرخاء والاستقرار والتقدم لشعب الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لكل مشاهدينا، وعودة إلى زملاء في استوديو صباح الخير يا مصر. وبعد قليل تأتيكم تغطية خاصة من التلفزيون المصري لمتابعة نتائج الانتخابات الأمريكية وفوز دونالد ترامب.